هذا وتحدث النائب البرلماني المصري محمود سعد نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان عن ضرورة دعم الشباب الإفريقي حتى يساهم في بناء الاقتصاد الإفريقي. خطوة مهمة جدا نحو الشباب الأفريقي للنهوض بالشباب الأفريقي، إن احنا نفكر إزاي إن احنا نعمل جيل قوي اقتصاديا يساعد في بناء القارة الأفريقية بسواعد شبابها، وإن احنا نقدر قيمة الشباب ودور الشباب في المجتمع الأفريقي بشكل عام. الحقيقة المحاور الرئيسية المشاركة مع الاتحاد الأفريقي النهاردة إن احنا نتكلم عن إن احنا إزاي يبقى عندنا تدريب وتثقيف للشباب بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الأفريقية لتدريب الشباب، وكان في سبق طبعا لينا في هذا الموضوع في مصر. الأكاديمية الوطنية للتدريب كانت عاملة الدور دوت وندعمهم مع أفريقيا بشكل قوي جدا. وجود الشباب النهاردة ودعم المملكة المغربية لهذا الدور الوطني والدور القومي لتنمية الشباب وخلق جيل جديد من الشباب قادر على القيادة وقادر على التنمية وقادر على التمكين اقتصاديا من خلال التعاون مع البرلمان الأفريقي برئاسة السيدة ليلى داهي رئيس تجمع شباب أفريقيا.